قطاع الصحة بولاية باتنا دينامية ملحوظة بفضل المشاريع الهامة قيد الإنجاز والتي تمكن من تيسير ولوج المواطنين إلى خدمات صحية قائمة على مبدأ القرب والجودة. كل عام جين تاعنا الصغير هذا راه صغير بزاف والشعب راه له السما رانا محتاجين لوبيتال هذا بربي ان شاء الله يخدم. ماذا بينا ان شاء الله يتفتح المستشفى يتفك علينا شويه الضغط ونقدموا خدمات احسن واحسن للمواطن في هذه المنطقه ان شاء الله. مؤسسه الاستشفائيه 120 سرير براس العيون وهي في يعني طور يعني الانتهاء من الاشغال وكذلك يعني باش نتحصلوا على كل ليزيكيبمون تاعها يعني في القريب العاجل. عندنا في الاجمال ربع مؤسسات استشفائيه لسنستلمها يعني في القريب العاجل. إرادة الدولة بارزة لتطوير البنية التحتية واسترجاع بعض الهياكل المهملة وتجهيزها خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية. هذه المكتبة البلدية التي لم تستغل تم وضعها تحت تصرف المستشفى الجامعي ببتنا من أجل احتضان مصلحتين هامتين. هذه البرامج التي تدخل في برنامج فخامة رئيس الجمهورية ستقرب الخدمة العمومية من المواطن وسترفع الضغط على المستشفى الجامعي بولاية باتنا. يعزز ويفعل هذه الإنجازات توسيع الرعاية المجانية والتكفل بالفحوصات والتحاليل والتكوين الجيد للإطار البشري.